سعيد اليوم بوجودي في مهرجان الملك عبد العزيز الإبل بنسخته السادسة. الحقيقة تطور المهرجان بشكل كبير جدا، التنظيم رائع، ما شاهدناه اليوم من التنظيم والعمل مع الإبل. الإبل اليوم ليس فقط موروث ثقافي لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية، بل أصبح رياضة ووجهة عالمية. من خلال هذا المهرجان نحن نسوق الإبل ونسوق هذه الثقافة وهذه الرياضة لجميع العالم. سعيد بما شاهدته، أتقدم بالشكر أيضاً للمنظمين وعلى رأسهم سعادة الأستاذ فهد بن حفلين رئيس نادي الإبل لهذا التنظيم الحقيقة الرائع، وسعيدين أيضاً بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأي جانب من الجوانب التي تخدم هذا المهرجان. والله يمكن أنا ذكرياتي للإبل بسيطة، لكن اللي أعرفه يقص علينا الوالد الله يرحمه، كان يعني يعبر من وسط نجد إلى بيشة على الإبل وينقل التمور ويبيعها، ثم بعد ذلك يأتي بالأغنام ويبيعها، فينتقلون على الإبل بالأيام. حقيقة كانت الإبل هي الأساس، وهي جزء أساسي، سواء ليس فقط الانتقال بل الاستفادة منها بجوانب عديدة في حياة آبائنا وأجدادنا. وطبعاً الإبل منتجاتها عديدة كتغذية، إن كان نتكلم على حليب الإبل أو نتكلم على لحوم الإبل. والحقيقة يعني أتصور هناك فرص كبيرة جداً للتعاون مع نادي الإبل لأجل إجراء بعض الدراسات وغيرها في الإنتاج للحوم والألبان وللإبل، ونحن سعيدين إن شاء الله وللتنسيق في ذلك، وندعم أيضاً رجال الأعمال من ناحية إعطائهم التراخيص لمن يرغب في تصنيع اللحوم أو تصنيع الألبان الإبل وحليب الإبل بشكل منظم ومرتب. ونحن في هيئة العامة للغذاء والدواء الحقيقة نركز بشكل كبير جدا على سلامة الأغذية، ومن ضمنها سلامة الإبل سواء كان لحوم أو ألبان.